بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على النبي. اليوم بدي اشرح نقطة مهمة، مع اني حاتكلم على انارة الكافي شوب او كوز القهوة، بس انا بدي اشرح فكرة حتى بتفيدنا حتى بالبيوت، اللي هي دائما لازم نخلق بالانس بين الانارة مباشرة والغير مباشرة. خلينا نشوف مع بعض لو طفينا الانارة غير مباشرة. قبل طبعا هي الكافي شوب سبق انا غطيته من اول، شلون سوينا انارته، نورنا الطاولات بزوايا صغيرة، وبعدين حطينا إنارة مخفية عن طريق معدن أسود. المعدن الأسود من بعيد ما منشوفه نحن، هو عبارة عن معدن أسود، بس خلف المعدن الأسود حطينا ألمنيوم بروفايل وحطينا LED ستريب لايت جاي بالمكان هذا، بحيث أنه يضرب على الحيط، والإنارة الغير مباشرة اللي هي بتضرب من الحيط بتنور بقية المكان. خلينا نشوف لو طفينا الإنارة الغير مباشرة، هي طبعا مثل الإنارة المخفية اللي بنحطها بالسقف. لو طفينا هلا أنا شو حأعمل؟ مثل ما قلت إنه لازم توازن بين الإنارة الغير مباشرة والمباشرة. لما أنا أجي أطفي الإنارة الغير مباشرة، هلا حأطفي الإنارة الغير مباشرة، شو صار؟ صار سبوت لايت إنارته عالية. لما شغل إنارة الغير مباشرة أعطاني توازن، هذا التوازن مطلوب. دائما الإنارة غير مباشرة بتخفف من شدة الظلال، شوفوا هلا حأطفي المكان، بتخفف من شدة الظلال، بتخلي إنارة، فبيكون عندي أكثر من مصدر. لما أجي أطفي سبوت لايت حتصير الأماكن، حتصير مثلا طاولة كئيبة مو ظاهرة، لاحظوا الطاولة هذيك أو الطاولة هي عليها الإنارة، بس الطاولة اللي ما عليها إنارة حتصير كئيبة. فدائما لازم التوازن بين الإنارة مباشرة سبوت لايت زاوية صغيرة جاية على طاولة الطعام أو على الطاولة تبع الكافي شوب المقهى، وبين الإنارة الغير مباشرة. هذا التوازن بصراحة مطلوب حتى يخلق لي طبعا مع الإنارة المباشرة والإنارة الغير المباشرة فينا نضيف إنارة ديكورية. دائما هذا التوازن بيخلق لي راحة بصرية مع متعة بصرية، ونعرف وين نحط السبوت لايت. طبعا بما انه مقهى عاده ما بيصير حط السبوت لايت فوق الجلسات، بحطه فوق الطاولات اللي بالنص. وإنارة البيوت طبعا تكلمنا عليها كثير من اول سابقا، ولازم زاويه الضوء تكون مدروسه بحيث انه ما تجي تطلع برا الجلسه. بلاحظوا الطاولات هي الاناره تجي على منتصف الطاوله، ما بتطلع لبرا بحيث تكون مناسبه. دائما حتى الإنارة المخفية اللي جاية من الأطراف، اللي جاية على الأرفف، هي كلها بتعطيني بالانس، بتعطيني توازن بين الإنارة المباشرة، الإنارة غير مباشرة، والإنارة الديكورية. طبعا اللي حابب يشوف التغطية والتفاصيل أكثر، في حلقة على اليوتيوب لكوز القهوة غطيت فيها الإنارة. طبعا نلاحظوا هلا انا اقترحت على المهندس إبراهيم انه يغيروا الإنارة المخفية اللي جوا، وهذا طبعا اقتراح كان سابق، بس يعني مع الانشغال ما تغير، بس بصراحة صريت عليه. لاحظوا الفرق بين اللون الضيافي دائما تبع الإنارة بيكون بين 3000 إلى 2700، بينما اللون لما يجي 6000 أو أكثر بيطلع بصراحة غريب، غير مناسب عادة للمقاهي أو حتى للبيوت. بصراحة أنا ما بشوفه مناسب للبيوت. يعني هي بشكل عام مثل ما أن التوازن بيعطينا إنارة مميزة بالمكان.